بحضراتكم في حلقه جديده من برنامج بنت النيل احنا النهارده معانا في برنامج بنت النيل بنت النيل بتشارك اخواتهن في القاره الافريقيه فعقد مؤخرا مؤتمر غايه في الاهميه فيما يخص القاره الافريقيه والمراه الافريقيه بصفه عامه. عنوان هذا المؤتمر كان مصر بوابه الاستثمار المستدام في افريقيا فاحنا الحقيقه هناخد بعض المشاركات في هذا المؤتمر محاور طبعا عديده تحدثنا عنها لان هناك مشكلات كثيره في الحقيقه بالنسبه للمراه الافريقيه لا تختلف كثيرا عن المراه في مصر يسعدنا ان يكون معنا في هذه الحلقه الدكتوره نيفين مكرم استاذ ورئيس قسم الحاسب الالي ونظم المعلومات الاكاديميه لاكاديميه السادات للعلوم الاداريه واحدى المشاركات بالمؤتمر انا برحب بسيادتك يا فندم اهلا وايضا بارحب ب الدكتورة رانيا أبو الخير استشاري تنمية مشروعات تخطيط استراتيجي وإحدى المشاركات في هذا المؤتمر أيضا برحب بحضرتك أهلا بكم في برنامج بنت النيل أنا هستأذن حضراتكم هناخد هذا التقرير ونعود إليكم لاحقاً. التمكين الاقتصادي للمرأة ضرورة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة باعتبارها بوابة الاستثمار المستدام في أفريقيا، لذا أولت مصر والدول الأفريقية أهمية كبيرة لتمكينها اقتصاديا، وتعد مصر من أوائل الدول على مستوى العالم التي أعدت استراتيجية لتمكين المرأة 2030، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2017 من خلال المجلس القومي للمرأة. وتهدف إلى أن تكون المرأة بحلول عام 2030 شريكا أساسيا في استراتيجية التنمية المستدامة، ويركز الركن الثاني للاستراتيجية على التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال تنمية قدرات المرأة لتوسيع خيارات العمل أمامها، وتحقيق تكافؤ الفرص في توظيف النساء في كافة القطاعات، بما في ذلك القطاع الخاص، وزيادة مشاركتها في الأعمال، ونشر ثقافة ريادة الأعمال بين النساء كما تم فتح آفاق جديدة للمرأة لم تتح لها من قبل مهدت لها الطريقة لمشاركة واسعة النطاق في القطاعات الاقتصادية من خلال تهيئة المناخ للاستثمار فضلا عن وضع آليات وحوافز الأزمة لتشجيع المرأة على الدخول في سوق العمل فضلا عن تقديم البرامج والدعم المالي والفني والتدريب والتسويق وهو ما أسفر عن حدوث انخفاض في معدل البطالة بين النساء، وبلغت نسبة النساء اللاتي يمتلكن شركات خاصة 16%، واستفادت 51% من النساء من قروض التمويل متناهية الصغر بينما استفادت 69% من النساء من قروض المشروعات الصغيرة، كما وصلت نسبة النساء ونسبة المستثمرات في البورصة إلى 30%، وتتضافر جهود الدولة من أجل تمكين المرأة المصرية اقتصادياً لتحقق مقاصدها في كل ربوع الوطن لكي يعم الخير على الجميع ولا يتخلف أحد عن ركب التنمية. ارحب بكم مرة أخرى ورحب أيضا بدكتورة نيفين إحدى المشاركات في هذا المؤتمر حضرتك كان ليكي أكيد محاور متصلة طبعا بالعلوم أو أكاديمية العلوم الإدارية فممكن تكلمينا عن الذكاء الاصطناعي وأهميته في هذه الفترة الحقيقة أنا طلب مني أن أنا أتكلم عن الذكاء الاصطناعي Artificial Intelligence ودوره في ان احنا نحقق اهداف التنميه المستدامه. زي ما حضرتك عارفه طبعا ان هو احنا عندنا 17 هدف ال 17 هدف دول انا حاولت ان انا اربط الاهداف اللي ممكن تبقى لها علاقه بالمؤتمر فتناولت ثلاث اهداف هدف منهم له علاقه بمنظومه التعليم وهدف له علاقه بالمنظومه الصحيه والهدف اللي كان له تاثير اكتر كان الجندر ايكواليتي او الهدف تحقيق المساواه بين الجنسين او النوعين فانا حكيت الاول معاهم على الذكاء الاصطناعي يعني ايه احنا هو عايزين هو نعرف من حضرتك يعني يعني المصطلح بتاع الذكاء الاصطناعي في يعني عشان الساده المشاهدين برضه نحلل لهم الموضوع في 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 بساطه يعني ايه الذكاء الاصطناعي؟ طيب هو له تعريفات كثيره جدا فضل. بس التعريف اللي له علاقه بالموضوع بتاعنا هو ان انا بستخدم ادوات تحليليه وتقنيات معينه م. بشتغل بيها على كم هائل من البيانات سواء كانت البيانات دي بيطلق عليها مهيكله او غير مهيكله يعني يا اما م. حاجات متوضبة وواضحة يا إما ممكن يكون أحاديث أو آراء ناس أو استقصاءات م. ناخد الكلام ده كله بنشتغل عليه بأساليب معينة والأساليب دي بتقدر تطلع لحضرتك أنماط جديدة تكتشفي معرفة جديدة بتقدري تطلعي علاقات ما بين أحداث وأحداث أخرى م. وده بيستخدم غالبا عشان نقدر ناخد إجراءات استباقية في مجالات كثيرة جدا م. م. فده التعريف اللي كان مناسب أكتر للثيم بتاع المؤتمر م. موضوعات المؤتمر م. الكلام ده له تأثير على حاجات كتيرة بالنسبه لنا احنا لو بنتكلم على منظومه التعليم مثلا <applause> مثلا فهو بيعمل ايه بيقدر ان هو يساعدك في الشغل بتاعك العادي اللي هو زي مثلا التصحيح <applause> بدل ما احنا بنصحح دي حاجه بالنسبه لنا احنا كمدرسين <applause> واساتذه جامعه بتبقى مجهده جدا بدل ما بنعمل كده السيستمز دي النظم دي لما بنستعين بيها او اساليب الذكاء الاصطناعي بيساعدك مش بس في التصحيح لكن كمان تعرفي نقاط الضعف عند الطلبه بتوعك يعني الحقيقه انا بس هقطع حضرتك هو الفتره السابقه منذ مارس الماضي جائحة كورونا الحقيقة احنا شفنا الذكاء الاصطناعي تقريبا استخدمناه على سكيل واسع جدا في 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 كافة شتى مناحي الحياة ايه رأي حضرتك؟ هو ده اللي حصل فعليا عشان كده بنقول ان ممكن يكون الجائحة دي كان ليها جانب مضيء او جانب ايجابي هو انه لفت نظر الناس انه في حاجة اسمها ذكاء اصطناعي ما هوش رفاهية لكن هو ممكن يكون واحد من البدائل اللي يتعامل مع ازمه زي اللي حصلت. طيب انا دكتوره نيفين هاخد منك الثلاث محاور يعني احنا هنبتدي بالتعليم والصحه وزي ما قلتي اللي هي التمييز المساواه او تمييز عدم تمييز ضد المراه طيب دكتوره الحقيقه نيفين عايزه اعرف دكتوره رانيا ليكي كم محاور في هذا المنتدى او المؤتمر ممكن تحدثينا عنها هو حقيقه مشاركتي في المؤتمر تضمنت مستقبل العقار المصري وتحويله ازاي ان احنا نقدر نحوله الى الاستثمار الامثل آه وده عن طريق آه طرح الرؤى. مستقبل ايه يا فندم؟ مستقبل العقار المصري العقار المصري العقار مستقبل العقار المصري وتحويله الى الاستثمار الامثل مم. وذلك عن طريق آه طرح الرؤى والافكار ومن خلال طرح الرؤى والافكار الموجوده هنقدر نغير المسار بتاع العقار المصري الى الطريق الامثل مم. حقيقة الموضوع ده بالذات بيحمل في طياته عديد من التحديات من خلال بعض النقاط السلبيه اللي احنا ايه المشاكل نقدر... اللي بتاع... يعني احنا فعلا دلوقتي في مجال العقارات احنا لاقيين مشاكل بتواجه في مساله التسويق يعني احنا شايفين حاجات كتير جدا الحقيقه وحاجات نفخر بيها كمصريين انها طلعت ولكن اكيد في مشكله في التسويق لا دلوقتي التسويق اختلف خالص جدا عن زمان طبعا آه في ظل يعني التحديات اللي موجوده وازمه مم. وجائحه كورونا طبعا اللي كانت موجوده فاحنا تحولنا الى نظام الرقمنه مم. او نظام التسويق الالكتروني حتى كمان في سوق العقار مم. دلوقتي في ويب سايتس او في مواقع تقدر تطرح من خلالها الوحده وتقدر تحجز الوحده اللي انت عايزها وتقدر كمان تدفع عن طريق سواء الفيزا او التحويل البنكي وتقدر كمان بتختار النظام اللي هو بيبقى مريح حسب كل واحد حسب البادجت بتاعه ايه ومن خلال هذا ال الويب سايتس اقدر كمان ان انا يعني اختار حسب التارجت اللي هو بتاعي خمس سنين ثلاث سنين عشر سنين حسب ما انا عايز فطبعا دلوقتي اختلف جدا التسويق العقاري طب عن المشكلة اللي بتواجه الموضوع ده يا فندم إن مثلاً على مدار عشر سنوات بيقبلوا عليه فزي ما تقولي بيعمل يعني امبالانس أو كده بالنسبة للخمس سنين يعني الخمس سنين دول بيبقى فيه مشكلة فيهم بعد كده لما بتتحول نفس الشركة إنها تعمل عقارات على سداد على عشر سنوات حضرتك رأيك إيه؟ هو طبعا ده بيعتمد على سعر الفايده او م. تحديد نسبه الفايده طبعا لو هنختار شريحه الثلاث سنين غير الخمسه غير غير, الـ الـ غير العشره فبتختلف من كل فئه او كل باكج ان انا اقدر اختاره ده طبعا حسب طبيعه اللي بيحدده العميل من خلاله فده طبعا ده سهل كتير جدا 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 لاي واحد ان هو يقدر التسهيلات الموجوده قدامه ان هو يختار من خلالها طيب دكتوره نيفين هنتكلم عن حضرتك هنتكلم عن محور التعليم محور التعليم الحقيقه برضو احنا شهدنا طفرات كبيره وعظيمه في الفتره السابقه فيما يخص التعليم ولكن لازلنا برضو عندنا مشاكل بتقوق العمليه التعليميه حضرتك ايه كمحور تعليم حضرتك تحدثتي عن ايه اتكلمت على دور الذكاء الاصطناعي ان هو يساعدنا في مم. تجهيز الكورسات بتاعتنا في ان المحتوى يكون مناسب للطلبه بتوعنا عن طريق ان احنا بنعمل فيه حاجه اسمها نظم تعليم ذكيه انه حضرتك الاول بتتعرفي على الطالب بتاعك وبتعرفي على السرعه اللي هو بيستوعب بيها بتعرفي الطريقه اللي هو بيفهم بيها لان في حاجه اسمها ليرنينج ستايلز او اساليب تعلم مختلفه السيستمز دي او النظم دي بتستخدم اساليب الذكاء الاصطناعي عشان تخلي الكورس او المقرر اللي احنا بنديه كانه المحتوى وطريقته اتفصلت على كل طالب موجود م. ودي طبعا ممكن لو اتطبقت تحل لنا مشاكل كتيره جدا اكيد تكدس الطلبه او انه بيبقى المحتوى المقرر ما هوش مناسب قوي ليهم او عدم استيعابهم نقدر نحط ايدينا على النقط اللي هي نقاط الضعف عندهم لان ممكن يكون نقاط الضعف عندهم دي لما أنا اعرفها انا اغير طريقه بتاعت الشرح بتاعي م. م. وطبعا احنا اضطرينا نلجا لاساليب كتيره جدا عشان التعليم عن بعد أو التعليم الإلكتروني لأنه ما كانش عندنا حل تاني وبرضه دي كانت ميزة يعني ده كان جانب مضيء من اللي حصل أن الناس أخذت بالها أنه ممكن تتعلم وأنت في البيت م. أنت هتتواصل بطرق مختلفة جداً مع الشخص اللي بيعلمك وممكن يبقى فيه حوار معاه وممكن تعمل حاجات كثيرة جداً وبالعكس حضرتك بتبقى مشارك كطالب مش يعني مجرد إحنا الحقيقة إحنا لجأنا لها لأسباب جائحة كورونا ولكن الغاية دلوقتي زي ما حضرتك بتقولي ان في اساليب وفي سيكونس معينه لازم يمشي عليه الطالب بس الى حتى يعني انا بشوف مثلا ولاد صحابي عندهم مشكله في عندهم في, في تحديات في في كتير في في مشكله ان هم بيلاقوها انها حاجه صعبه لان اكيد هم ما خدوش ترتيب الاولويات ان هم ازاي يدخلوا على التعليم عن بعد. هم لا مش حكايه كده هم ما زالوا بيحبوا يشوفوكي. <applause> يعني البادي لانجوج او لغه الجسد او انك تشوفي الشخص اللي بيشرح عشان كده الفيرتشوال virtual classrooms او الفصول الافتراضيه افضل <applause> يعني افضل ان حضرتك تتواصلي مع الطلبه بتوعك وتبقي شايفاهم لو ده متاح بيبقى بيشيل جزء كتير جدا تلاقي طرق معينه تقدري تحتفظي بيها بتركيزهم هو ما بيبقاش قدامك أوه. هو مش قدامك مم. وممكن يلعب في الموبايل وممكن ينام ممكن يزهق مم. هو غصب عنه يعني مم. فلازم تلاقي طريقه انه هتدرسي بطريقه مختلفه عن لو انت مش شايفاهم عشان كده يمكن النظام الهجين كان حاجه جميله لانه كان في جزء احنا بنقابل الطلبه بتوعنا وجزء ان احنا نظام الهجين اللي هو ايه حضرتك؟ ان احنا بنبقى في جزء من المقرر طبعا ده كل كليه على حسب مم. كليه عمليه او نظريه ده كان قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ان احنا هنشتغل حاجه اسمها هايبرد م. يعني انه في اجزاء حضرتك بتروحي تديها لهم بتشوفيهم في الجامعه وفي اجزاء اخرى بياخدوها اونلاين م. على حسب كل كليه ما طرأ ليها على حسب ظروفها م. فدي كانت الطف شويه الكورسات اللي اشتغلناها كلها اونلاين الطلبه ما كانوش مستريحين قوي دي حاجه كانت مضايقانا جدا وما عشان كانش حاجه, حاجة يمكن التحدث علينا فاحنا بالنسبه آه. لنا كل حاجه حديثه اعتقد آه. مصري بيفرق معاه البعد الاجتماعي آه. اكتر من اي حد يعني دي حاجه حقي... دي حاجه بتفرق معاكي تشوفي المدرس او الاستاذ بتاعك بتبقى حاجه لطيفه بالنسبه لك يعني بالظبط فيمكن دي كانت او ما زالت واحده من التحديات اللي قدامنا انه احنا محتاجين نجهز الناس اكتر من ان احنا نجهز الاماكن اماكن كتير جهزت الدوله اشتغلت جامد على البنيه التحتيه ما زال طبعا في بعض يعني التحديات لانه في الاخر احنا دوله كبيره. طبعا دولة انا هاجي عند النقطه دي مع حضرتك واتجه لدكتوره رانيا، دكتوره رانيا حدثتيني عن محور اقتصادي غايه في الاهميه فيما يخص هذا المؤتمر سوق العقارات المصري. كويس طبعا فتح افاق جديده وسوق واسواق يعني بالنسبه للسوق العقاري الكبير دي طبعا بتاخدنا لحاجه غايه في الاهميه العماله وتشغيل الشباب وهل كان في محاور من هذه يعني الحاجات دي كلها طبعا امور استراتيجيه غايه في الاهميه كان ليها وجود معاكم في المؤتمر؟ طبعا موضوع الايدي العامله دي من اهم النقاط اللي احنا تناولناها في في المؤتمر بالذات خاصه بالموضوع اللي يخص العقار بطبيعه نشاط العقار ان هو بيستوجب ايدي عامله كثيره طبعا بتكون لازم تكون في مهاره مدربه مدربه مهاره قويه ودي هتساعد في تقليل نسبه البطاله على حد كبير اما من النقطه الثانيه اللي هي خاصه بتنميه المراه او تنميه المراه اقتصاديا في في السوق الافريقي اصلا فالمؤتمر تناول الـ الـ هذه النقطه بالذات من خلال المؤتمر قدرنا نثقل خبرات تزود عدد الـ الـ الحاجات المتاحه في المشروعات الصغيره ومتناهيه الصغر في السوق بالظبط يعني دلوقتي كل واحده كانت مشاركه في المؤتمر مع مجموعه من الخبرات اللي هي كانت موجوده اثقلتها خبرات زودت الخبرات عندها بخلاف طبعا النقطة اللي هي خاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة طبعا دي بيتبناها المجلس القومي للمرأة في مبادرات كتير بتنمي حقيقة يعني مش دي. بس المجلس والمجتمع المدني أيضا الحقيقة شريك أساسي وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة بالزبط والمتوسطة بالزبط. وطبعا هم بيلعبوا على نقطة مهمة جدا الخاصة ب التمكين الاقتصادي من أهمها التمكين الاقتصادي للمرأة الريفية المراه الريفيه دلوقتي من خلال المشروعات الصغيره والمتوسطه اصبح ليها دور. مم. يعني هنروح على المناطق اللي هي الحدوديه او المناطق الريفيه او المناطق اللي هي في النائيه اللي هي هنلاقي. اللي هي اكثر احتياجا الحقيقه للريفين دلوقتي المراه الريفيه اصبحت صاحبه مشروعات صغيره ومتوسطه زيها زي الرجل. صح فهي دلوقتي اصبح في نوع من المساواه في اصبح نوع من تكافؤ الفرص خاصه كمان النقطه اللي خاصه باجنده 2063 هنتكلم على النقطه مثلا هي خاصه بالبند السادس الخاص ب اللي هو العنف ضد المراه مواجهه العنف ضد المراه وان هي ازاي قدرت خاصة يعني ما زلنا في يمكن العشر ايام بتوع مناهضة العنف او آه انهاء العنف ضد المرأة الحقيقة ضد على احنا لسه بالضبط بالضبط فدلوقتي في دورات لسه منتهية دورات بصفة مستمرة المرأة المصرية أصبح عندها وعي مم. كامل آه عن حقوقها وعن متطلباتها وعن دورها وأصبحت تشارك بصفة قوية في في كل المجالات طيب. الموجوده في السوق احنا كان الحقيقه كاميرا بنت النيل كانت متواجده في هذا المؤتمر هناخد بعض اراء المشاركين المشاركات في هذا المؤتمر وأعود اليكم لاحقا الحقيقه المرأة المصرية مرأة قوية وهي عمود المجتمع وشفنا رائدات أعمال كثيرة كثيرات من, من من مصر وبتشكل نسبة كبيرة جدا وخصوصا في الأوان الأخيرة المجهودات اللي عملها المجلس القومي للمرأة وزارة التجارة والصناعة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الحقيقة كل البيئة الداعمة بتمكن المرأة وبتساعدها والقوانين الجديدة والتشريعات كلها في صف المرأة فاحنا مبسوطين جدا الحقيقة ومبسوطة أكتر كمان إنه إن مصر في مؤشر المعرفة بقت رقم 72 بعد ما كنا 82 حتى احنا مصر دلوقتي واخده رقم واحد فعلى مستوى الوطن العربي وافريقيا شمال افريقيا في الصفقات التمويليه للشركات الناشئه واخدين اكبر عدد من الشركات الناشئه في افريقيا في شمال افريقيا وكمان الوطن العربي. المراه في مصر هي حظ كبير جدا في الوطن العربي عموما لان احنا نعتبر اكتر ناس في الوطن العربي دلوقتي لينا صوت ولينا وجود والحمد لله ده بفضل السياسية والمكانة اللي وجدها لنا وعملها لنا سيد الرئيس بمجهوداته ومجهودات الدولة كلها الحقيقه زي ما ذكروا احدى المشاركات يعني في هذا المؤتمر الحقيقه دكتور نيفين ان احنا فعلا في العصر الذهبي بتاع المراه في هذه الفتره عندنا يعني الحقيقه طفرات كبيره تحققت في عهد سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي دعيني اتحدث معك على قبل البرنامج كنت بتقولي لي انا يعني ذكرتي لي حاجه انا ما تخيلتهاش ان في تفرقه في المملكه المتحده بين المراه والرجل فيما يخص مثلا المرتبات فعايزين نتكلم على النقطه دي في يخص طيب. التمييز ضد ما زال بعض الشركات في اوروبا مم. مم. ودي دراسه انا كنت قريتها انه بيحاولوا يطبقوا اساليب الذكاء الاصطناعي علشان يقدروا يعرفوا لو في اي فروق في الاجور والمرتبات ما بين الرجل والمراه عندهم والحمد لله طبعا احنا ما عندناش الكلام ده هنا مم. احنا بناخد مرتباتنا ما لهاش علاقه بالنوع مم. اوكي فدي حاجة جميلة جدا لأنه ما كانش هتبقى حاجة مقبولة بالنسبة لنا أنه هنبقى حضرتك بتشتغلي وفي رجل بيشتغل نفس المهنة بالظبط بنفس الساعات العمل وبنفس الإمكانيات وفي الآخر هو بيتقاضى أكتر لمجرد أن هو رجل فإحنا الحمد لله أن القوانين بتاعتنا بتحمينا من الكلام ده وطبعا زي ما كانت بتقول إحدى المشاركات ده بفضل القيادة السياسية الفترة م. اللي فاتت إحنا شفنا طفرة جامدة جدا من تقبل المجتمع لوجود المرأة في مناصب كتيرة ما كانتش موجودة الأول وحاليا برضو في مبادرات بتتم علشان على 20 30 إن شاء الله يبقى في 50% من السيدات موجودين في شركات تكنولوجيا المعلومات احنا كنا بنعاني من الكلام ده زمان وكنا بنحضر مؤتمرات يعني أنا حضرت مرة مؤتمر في لبنان زمان كان بيتكلم على الحتة دي فين السيدات وفين شغلهم في مجال تكنولوجيا المعلومات كنتي بتتوقعي أكتر إنك تقابلي رجال دلوقتي لا عندنا في اماكن كثيره جدا سيدات بيشتغلوا اثبتوا كفاءه ونجاح عالي جدا فالنقطه دي ممكن انه الذكاء الاصطناعي يقدر ان هو يطلع لك لو في نفس الناس بتشتغل نفس الشغلانه لكن في فروق ويقدر ان هو يديتكت الكلام ده ويطلعه الحمد لله مش محتاجين الشقه ده طبعا عندنا أكيد في البلد. لا يعني إحنا مش موجودة عندنا الحمد لله طيب آآ آآ دكتورة رانيا أنا هاخد منك آخر نقطة فيما يخص التمكين الاقتصادي للمرأة يعني إحنا تحدثنا عن إن إحنا عايزين فعلا نفعل التمكين الاقتصادي بالنسبة للمرأة في القارة الإفريقية من خلال المشروعات الصغيرة متناهية الصغر طيب أنا هتحدث معك على موضوع التسويق دايما الحقيقة التسويق بيبقى فيه مشكلة يمكن؟ ما لاحظناهوش الفتره الاخيره نتيجه طبعا جائحه كورونا كتير دخلوا على الحقيقه على يعني تسوقوا عبر النت تسويق الكتروني زي ما حضرتك تفضلتي وما كانش في هذه المشكله ولكن لا زالت لا زال موضوع التسويق بالنسبه للمراه المصريه والمراه الافريقيه بصفه عامه فيما يخص المشروعات الصغيره في مشكله حضرتك شايفه ايه بخصوص النقطه دي بيتبناها بعض المبادرات مؤسسات المجتمع المدني خاصه مثلا هنقول مجلس قومي المراه بيعقد دورات بصفه مستمره لرفع الوعي الثقافي في التسويق الالكتروني والبرامج الخاصه بالشمول المالي آه والنقاط الخاصه ب آه ازاي ان هي تقدر تعمل دراسه جدوى ازاي تقدر تحلل في ناس كتير تاخد قروض وسيدات كتير تاخد قروض ما تقدرش تعرف تسددها لكن دلوقتي عن طريق الدورات اللي بيعقدها المجلس القومي للمراه وجهاز تنميه المشروعات النقطه دي بنتفاداها حاليا دلوقتي ما بقتش موجوده زي زي الاول ودلوقتي آه خاصه بعد جائحه كورونا بقينا نشتغل على نقطة محو الأمية الرقمية في محافظات جنوب المواضيع الخاصة بالمرأة الريفية فدلوقتي في دورات كتيرة جدا ولسه كمان اللي جاي بعد كده هتصبح السيدة أو تصبح المرأة الريفية عندها وعي كامل في استخدام الانترنت او التسويق الالكتروني او محو الاميه الرقميه بصفه عامه والحقيقه يعني انا هاضيف حاجه قبل ان نختم هذا اللقاء المبادرات من اهم المبادرات اللي هتنطلق او بدات في الظهور مبادره تخفيض يعني الحقيقه العدد السكاني الهائل في مصر، مصر كل عام بتزيد 2.5 مليون نسمه او شخص ففي مبادره عظيمه الحقيقه كل الجهات حتشارك فيها بما فيها الجهات التشريعيه. فاحنا الحقيقه بنامل ان عام 2021 هنشهد مبادرات. اكثر فعاليه لان موضوع برضو التعداد السكاني ده موضوع غايه في الاهميه في نهايه هذا اللقاء دكتوره نيفين مكرم استاذ ورئيس قسم الحاسب الالي ونظم المعلومات اكاديميه السادات للعلوم الإدارية وإحدى المشاركات كنت بالمؤتمر شكرا جزيلا لحضرتك شكراً وأيضا أستاذة رانيا أبو الخير استشاري تنمية مشروعات والتخطيط الاستراتيجي إحدى المشاركات في هذا المؤتمر شكرا لحضرتك يا فندم متواصلون مع حضراتكم معنا فقرة أخرى خاصة بالحقيقة بزوي الاحتياجات الخاصة كيف يتم التعامل معهم في ظل جائحة كورونا الدوله الحقيقه خصصت لهم عام كامل كان شعاره عام زاويه الاحتياجات الخاصه او زاويه الهمم فالتقي بكم بعد هذا الفاصل رعاية الأكاديمية الدولية للهيكل التعليمي للتدريب عن بعد أقيمت فعالية الملتقى الدولي الأول لتكنولوجيا التعليم وذوي الاحتياجات الخاصة قبل وبعد جائحة كورونا عبر شبكة الإنترنت وذلك بالتزامن مع ذكرى الاحتفالات باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة في الثالث من ديسمبر من كل عام وشارك في الملتقى نخبه علميه متميزه من اساتذه العلم والاختصاص والخبراء والاعلاميين من عدد من الدول العربيه مثل مصر وتونس والسعوديه والجزائر لاول مره في بادره هي الاولى من نوعها وتناولت محاور الملتقى عددا من موضوعات النقاش من بينها انواع الاعاقات المختلفه والتقنيات التعليميه المناسبه معها باختلاف المراحل الدراسيه قبل وبعد جائحه كورونا وكذلك تكنولوجيا التعليم في المؤسسات التعليميه والاجتماعيه لذوي الاحتياجات الخاصه في القطاعين الخاص والعام قبل وبعد جائحه كورونا وغيرها من الموضوعات ذات الصله وافتتح اللقاء العلمي بكلمه للاستاذ صلاح والد بطل مصر في السباحه البالغ من العمر ثماني سنوات والتي اوضح فيها حاله الاعاقه لدى نجله وكيف تعامل هو ووالدته مع هذه الاعاقه لينتج منها بطل نموذج وقدوه للعالم كله كما سعت إدارة الملتقى جاهدة في حصول البطل المصري محمد صلاح الشذلي على لقب سفير الطفولة العالمي من منبر سفراء الأطفال العالميين وبالفعل حصل على اللقب كما قدم الكلمة الافتتاحية النابغة التونسي مهيب الرزقي رئيس برلمان الطفل التونسي والذي أبهر جميع الحضور ببلاغته وتلاقة حديثه وكيف حول إعاقته ليكون شخصا يفخر به كل عربي وقد انتهت فعاليات الملتقى بمجموعه هامه من التوصيات في سبل التعامل التربوي والنفسي الامثل مع ذوي الهمم وطرق الكشف المبكر عن الاعاقه وكيف يمكن اكتشاف الموهوبين منهم وتقديم الرعايه لهم وما هي البرامج والتطبيقات التكنولوجيه المناسبه مع جميع الحالات من مختلف الاعاقات في التعليم عن بعد برحب بكم مرة أخرى عام 2018 كان مخصص لعام ذوي الاحتياجات الخاصة وهذه المبادرة جاءت طبعا من قبل سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي للوضعهم على يعني الطريق الصحيح لاهميتهم لاهميتهم البالغة في هذا المجتمع. هيكون معانا في هذه الفقرة الدكتورة داليا هيكل عضو هيئة تدريس بجامعة المنصورة ومدرب دولي معتمد والمستشار الاكاديمي للملتقى الدولي الاول لتكنولوجيا التعليم وذوي الاعاقة في ظل جائحة كورونا أنا برحب دكتوره داليا تحياتي لحضرتك والساده المشاهدين اهلا وسهلا الحقيقه بس قبل ما ابدا معاكي الحديث احنا بقينا نقول ذوي الاحتياجات الخاصه او ذوي الهمم حضرتك قلتي لا لازم نقول ذوي الاعاقه هو احنا ملتزمين بالمسمى اللي لازال معتمد من خلال منظمه الصحه العالميه انما طبعا احنا لتعاملنا ان هو يكون لائق على المستوى الانساني بنقول ان ذوي احتياجات خاصه ذوي الهمم ذوي القدرات الخاصه يعني لكن للان لم يعني التغيير او التعديل من قبل الصحه العالميه لازم نلتزم في المسميات الملتقى يعني في جوابات او الرسائل الرسميه بتكتبوا الأعاقة. اه ومراكز يعني لا المراكز الخاصه داخل الجامعات بتحمل هذا الاسم م. يعني مركز الاعاقه مركز الاشخاص ذوي الاعاقه لابد الالتزام لحين تعديل اخر من قبل الصحه العالميه ان شاء الله طيب عايزاكي تكلميني عن جائحه كورونا وكيف تعاملتم مع أه بس اعذروني انا هقول زاويه الاحتياجات الخاصه لا طبعاً يعني آآ آآ انا طبعا واحنا اثناء الحديث انا مع حضرتك في هذا زاويه الهمم زاويه القدرات الخاصه لان دي حقيقه بالفعل وننادي بها ودوله الامارات مشكوره بدات على خطه تعديل انها زاويه الهمم من قادت هذا المثال واحنا مصر على طول وسيادة الرئيس بيستخدمها على طول الحقيقة آآ 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 احنا بنتكلم طبعا احنا هنستخدمها اثناء الحديث واثناء الحوارات الانسانيه والتلفزيونيه والاعلاميه ولكن انا بتكلم على مستوى المسميات نعم. العلميه نعم. بالملتقيات. طيب. جائحه كورونا كيف تعاملتم مع ذوي الاحتياجات الخاصه فيما يخص طبعا حضرتك عضو هيئه تدريس ومدرب دولي معتمد لك مناصب رفيعه في هذا المجال اتفضلي احنا في ازمه كورونا يعني لم نكن جميعا نتفق على شيء واحد كل منا ادار الازمه بشكل فردي لحين ان نرى الحلول بشكل متفق عليه ما بين موافق على التعليم المباشر وما بين معترض على التعليم الالكتروني كنا نتخبط في مثل هذه الامور مما دعا ان لمثل هذه بحيث آه نرى المشكلات من قبل المختصين من قبل اساتذه الجامعات من قبل اولياء الامور لنضع كل هذا تحت الضوء نسلط عليه الضوء آه آه موقف العلم الصحيح من هذا وكيف تناولناه نحن كافراد ما مدى تاهيل اولياء الامور والمعلمين لمقابله هذه الازمه النقطه آه اللي انا شايفاها وبحب بصراحه في لقاءاتي اكد فضايش. عليها ان احنا آه يعني الازمه اظهرت بعض الكسورات الى حد كبير مم. اللي خلتنا النهارده في حاجات معينه آه اللي خلتنا النهارده قادرين ان احنا ننظر لها بشكل افضل ونتعامل معها بطريقه افضل زي مثل. ايه يا مثل احنا في المعلمين مم. المعلمين لم مم. فضل يعني. آه. آه بالنسبة للمعلمين آه لم يكونوا مؤهلين بشكل يعني مش هنعمم ولكن الغالبية منها لم يكونوا مؤهلين للتعامل مع المنصات الإلكترونية ده راجع ليه؟ راجع إن إحنا آه المعلمين بيتم تدريبهم في مواجهة التكنولوجيا وتقنيات التعليم الحديثة دون تأهيل يعني أنا بمر بدورة أو ببرنامج تدريبي وآخد الشهادة إن أنا اكتست في فرق كبير بإن أنا اكتست واصبحت مؤهل ان انا اكون مؤهل للتعامل مع التقنيات الحديثه ده يبقى انا تمرنت وتمرست ومارسته داخل الصف التعليمي طبعا احنا يعني مش هنقول تعميم لان في مننا معلمين كانوا نفسهم بيقابلوا هذه المشكله قبل اولياء الامور فاحنا بنهتم بان احنا وحدات التعليم الالكتروني داخل المؤسسات التعليميه تكون على المستوى احدث شيء بس انا عايز اقول لحضرتك حاجه هو احنا كان بقالنا فتره من قبل جائحه كورونا والوزارات المعنيه بتقوم بادوارها المختلفه تمام. فيما يخص ذلك حتى علشان كده لما جت جائحه كورونا ما كانش فيه مشكلة كبيرة عن نعم. التعليم عن بعد او التعليم ااا انا إلكتروني. بتكلم ان ده. احنا علشان كمؤسسات تعليمية ناخد مستوى معين من الجودة م. على مستوى الدولي او العالمي لازم تكون وحدات التعليم الالكتروني مؤهلة م. بشكل متميز من جانب البشري والمادي م. ولكن انا بتكلم على دور هذه الوحدات في تدريب المعلمين وما يجب ان يكون هذا التدريب في فرق بين ان انا امرر المعلمين بدورات تدريبيه لمقابله هذه الامور وانهم وانهم يكونوا مؤهلين ففي فرق بين انا امر بدوره تدريبيه وان انا اخرج من هذه الدوره مؤهل مم. في فرق بين الاجتياز والتاهيل هذا ما اقصده مم. فلذلك كان لزاما على هذه الوحدات التعليميه وانا اكرر عدم التعميم. ولكن أقول أن ليس كل من موضوع الحضور المباشر كان بيخلي خلاص المعلم بيعتمد على دور التكنولوجيا داخل الصف مم. آه لكن التعامل ما بعد الصف إلكترونيا لم يكن وارد المشكلة تبقى تبقى هي دي يعني هتكون هي دي الأساس هي وبعد اللي. كده هيتبني عليها بعد حق. ذلك أوه. يعني بصرف النظر عن وجود جائحة كورونا مم. كان المفروض هو ده يبقى البيزك يعني هو ده الأساس وبعد كده بينطلق أه الأخرى. احنا عشان نبقى بنتكلم في السلبيات بنتكلم في الايجابيات مم. فعلا سياده الرئيس رئيس عبد الفتاح السيسي من عامين كان في الملتقى الدولي للاتصالات لتمكين ذوي الاعاقه احنا بالفعل كوزارات اتصالات وتكنولوجيا المعلومات التربيه والتعليم مهتمه بهذه الفئه من ذوي الهمم بشكل كبير جدا مم. من جانب توفير التطبيقات والبرامج اللي بتؤهلهم لمسيره الحياه اليوميه ازاي انا اذا انا عندي اعاقه بصريه يبقى عندي تطبيق اسمه بصيرة تعليمية بصيرة للخدمات التعليمية لو أنا عندي مشكلة سمعية أيضا تطبيق لهذا فأنا بتكلم أن التطبيقات كانت متوافرة في الإطار اللي بيساعدهم في الحياة العادية الحياتية اليومية والبعض من التطبيقات المعينة في جانب التعليمي لبعض الفئات وليس لكل الفئات ذوي الهمم لأنا النقطة اللي انا باكد بس على حضرتك فيها ان احنا المقصود بيه تاهيل هؤلاء المعلمين ان ان هم يكونوا قادرين على التعامل مع الطالب داخل الصف وخارج الصف ودي نقطة من النقاط اللي كورونا كانت منحة بالنسبة لنا بيعتبر المعلم ان دور ينتهي بانتهاء الوقت التعليمي لليوم الدراسي م. لا المعلم في الابحاث التعليمية وفي النظم الحديثة يجب ان يعدد سبل التواصل مع الطالب مم. يجب الا يحدد له زمن أه لازم احدد له قنوات يتواصل معايا بها عن طريق جروب على السوشيال ميديا عن طريق منصه تعليميه عن طريق الفصول الافتراضيه عن طريق كما يتراءى للمعلم وفقا لاحتياج طلابه ووفقا لتخصصات هؤلاء الطلاب طب انا ده ده بقى لنقطه غايه في الاهميه حضرتك كيف ترينا يعني زي ما حضرتك مثلا مختصه بذوي الهمم بتشوفي المعلمين هل المعلم بالنسبه لذوي الهمم بالفعل على المستوى اللي المفروض يكون على المستوى عليه في مصر. هو ده هنا دي النقطة اللي بتكلم فيها بالنسبة أوه. ما الفرق بين الاسوياء والمعاقين المعاق اما يعني خلق هكذا باعاقه ربانية او انه مر بحادث ما مم. نحن بجائحة كورونا كاسوياء لا تظهر علينا اي عائقة. كنا نجد صعوبة ومعوقات كبيرة في تناول هذه الأزمة، إذا الإعاقة المقصود منها إن أنا بجد صعوبة أو عائق م. فاحنا هذه الإعاقة فرضت على كل من يتعامل مع ذوي الإعاقة أن يتعامل معهم بالطرق التي تتناسب مع هذه الإعاقة، كانت فرضًا على كل من يتعامل من مراكز التربية الخاصة من وزارات معنية بتوفير تطبيقات لهم، فكانوا أنا بشوف أنهم تعاملوا مع الأزمة إلكترونيًا قبل الأسوياء لوجود هذه الإعاقة، م. نحن بدأنا بالإعاقة او المعوقات بظهور الجائحه ان نتعامل مع التكنولوجيا بشكل مكثف ان نرى البدائل والافق والتحديات وكيف لنا ان نتجاوز هذه الأزمة الازمه على مستوى التعليم م. احنا يعني انا بوضح ان احنا اساتذه حتى الجامعات بتختلف او تتفق في هذا م. في بعض التخصصات ترى انه يجب اللقاء المباشر يجب ان يعني في جانب ممكن اونلاين في جانب لا يجوز اونلاين ده بيرجع هو ما علينا. كانش بمزاجنا الحقيقه ويعني آه هو ف... يعني هو ال... يعني مع احترامي للاساتذه اللي قالوا لازم ت... مب... يبقى آه اتصال آه مباشر آه بالطالب ولكن احنا كان مف... يعني اتفرض علينا. فورد علينا مم. لذلك آه انا بوضح لحضرتك احنا حتى يوم... حتى اليوم آه هناك تطور كبير في المنصات التعليميه ده رجع ليه؟ لتوفير هذه الجزئيه مم. ان المنصه التعليميه في منصات بتتفاوت في امكانيات آه اما عرض مباشر فقط يتلقى فقط المتعلم او انه يتفاعل معي. صوت وصوره وتواصل مباشر مم. انا بشوفه بيشوفني بتتطور المنصات بشكل افضل ان انا ممكن يت... يعني اذا مش هيتواصل معايا صوتيا يتواصل معايا كتابيا مم. انا عايز أ... يعني اقدم من هذا ان احنا وسائل ده. للتواصل متعدده الانسان ليس قناه واحده للتواصل في انسان لا يستطيع الفهم الا بالطريقه الاتصال البصري مم. يعني لازم يكون بيشوف بنفسه الموقف التعليمي بكل الجوانب والصور والفيديو والمعلم والتواصل البصري في انسان تواصل عنده سمعي في انسان التواصل عنده وجداني المنصات التعليميه بتوفر مثل هذه الامور التواصل بحيث تغطي على الانسان كافه سبل التواصل لهذا وهذا وذاك <applause> فاحنا المعلم ممكن اشوفه على الشاشه ويشوفني واخاطبه بالصوت ويخاطبني بالصوت واتفاعل معاه بالكتابه. <applause> في نقطه مهمه عايزه اوضحها لحضرتك <applause> هي محور نجاح اي عمليه تعليميه مع المعلم والاستاذ هو اهتمام يعني احنا خدنا كمعلمين <applause> عشان انا الطالب يشعر ان انا شايفه هو رقم واحد. لازم اشعر المتعلم انه رقم واحد امامي ازاي لازم زي ما احنا حك... في امام الكادر كل المشاهدين امام حضرتك بيشعروا ان حضرتك بتبص لكل واحد فيهم مم. هذا هو الموقف التعليمي ايضا يجب ان يشعر كل متعلم ان انا بوجه له المحاضرة مم. بوجه له الحديث ده هيحدث ده ده حدث معانا بالمنصه التعليميه انا امام كاميرا كل واحد شايفني ان انا بتكلم م. معه هذا تواصل بصري البادي لانجوج ان هو يحس بح شايفني وبتحرك قدامه وبتواصل سامعني بكتب معاه شات هنا بنسمي الفصول الافتراضيه دي الحاجة اسمها الفصل المعكوس وكان يعني كان الاقبال عليها ايجابي المنصات التعليميه كما اوضحت لحضرتك متدرجه في امكانياتها الايجابيه او عدم الايجابيه بترجع لان المعلم يكون مؤمن انه انه يعني يمتلك ادواته بشكل مم. متميز هذا اللي بيخليه ينجح يعني ده اللي هيخليه ينجح ان انا ماسك ادواتي كويس بالتالي قادر اخلي الطالب بتاعي مرتاح فاهم هو هيدخل ازاي هيتعامل معايا ازاي لكن الطالب مش شايف الاستاذ مرتاح طيب حضرتك يعني, يعني آه. في نقطه اخيره قبل ان يداهمنا الوقت حضرتك شايفه هل اختلف بعد 2018 ما في ظل المبادره العظيمه لست الرئيس بان 2018 عام زاوي الهمم المجتمع نظرته اختلفت إحنا آه يعني هو هو يعني بالتواصل بالتواصل مع ذوي الاحتياجات الخاصه مم. او ذوي الهمم هم دايما عندهم احساس من الناس الناس العاديه مم. بانهم في اهمال له مش من الدوله مم. يعني عدم الرضا ده ده الكامل انا بتكلم على مش آه الدوله انا بتكلم على المجتمع على المجتمع هو مم. فعلا عدم الرضا الكامل بيكون من الناس ورؤيه ويعني تناول الناس لامورهم و وحالاتهم يعني مم. ان يعني بيتكلموا دايما على المعامله وهنا كانت فكره الملتقى يعنى نرجع للملتقى ان احنا كنا على اختلاف تخصصاتنا واختلاف الدول حبينا ان احنا نلقي الضوء على هؤلاء في كل في كل الدول وكيف يتعامل معهم الناس وكيف يتعامل معهم التع... المؤسسات التعليميه فاحنا كان معانا نخبه متميزه صراحه التقرير اوضحها انا حبيت ان انا اقدم هذه النخبه من خلال شخصيتين لذوي الاعاقه ذوي الهمم كان منهم نموذج لبطل سباحه مصري محمد صالح الشاذلي وانا بصلح الاسم لانه كان في التقرير محمد صلاح او محمد صالح الشاذلي بطل جمهوريه في السباحه محمد صلاح اصله يعني <applause> آه <فـ 8> <applause> <applause> آه <فـ 8> الاسم دارك محمد صالح محمد صالح الشاذلي 8 سنوات وحصل على بطوله منذ ايام من اول جمهوريه للسباحه للناشئين والشخص الاخر اللي بنزوي الهمم كان لطفل رئيس برلمان الطفل التونسي مهيب الرزق طفل نابغه في الحديث والطلاقه فعلا قدرات خاصه حقيقي قدرات خاصه طبعا في نماذج كثيرة جدا ولكن انا اختصيت يعني نموذج من العرب ونموذج مصري بالفعل لتقديم هذا بالفعل الحقيقه في نهايه هذا اللقاء دكتوره داليا هيك عضو هيئه التدريس بجامعه المنصوره ومدرب دولي معتمد انا بشكرك على هذا اللقاء وبضم صوتي مع صوت حضرتك يعني احنا عندنا ثقافه ثقافه عامه بالنسبه للشعب على فكره ذوي الهمم او ذوي الاحتياجات الخاصه عندهم قدرات غير حقيقة. طبيعيه هائله مش موجوده في الاشخاص الاصحاء فاحنا الحقيقه في دورنا ان احنا يتم التعامل معهم كافراد طبيعيين داخل المجتمع ولكن ان شاء الله الفترة المقبلة سيعي لي الشعب تفضلي يعني. آه. بس فيه آه في عجالة عجالة أنا بس أحب أن أنا أوجه التحية لجميع المشاركين في إنجاح هذا الملتقى ونتمنى استمرار إلقاء السوشيال الإعلام والسوشيال ميديا على إفانك. ما قالت إليه الأمور وبوجه تحية للأخوة العرب اللي شاركونا وطبعا المصريين في هذا في إنجاح هذا الملتقى وبنشكرهم على إلقاء هذا الضوء في دولهم وإحنا عبر الاعلام العربي واحنا شك بنشكر حضرتك يا فندم وفي نهايه هذا اللقاء مشاهدينا وصلنا الان الى ختام هذه الحلقه من برنامج بنت نيل اعود أذكركم مره اخرى ان احنا لسه في ظل جائحه كورونا الايام السابقه الحقيقه تحدثوا عن امصال كثيره اكثر من تسع امصال في عديد من الدول ولكن لم يتوصلوا حتى هذه اللحظه الى المصل المناسب فانا ادعوكم مره اخرى لبس الكمامات غسل الايدي يعني عشان الدولة دلوقتى واخدة اجراءات احترازية صارمة مش عايزين الدنيا تقفل تانى الى اللقاء فى الحلقة القادمة